الناس أوفية، بس الخيارات قدامهم هالأيام كتير كبيرة. ما في شك إنه نصيف عنده دينة موسيقية. من أول ما شفت نصيف زيتون بالكاستينج بستار أكاديمي عرفت إنه رح يكون عنده مستقبل كتير كبير. أهم برنامج بالعالم العربي كان هو ستارك تبعه، ستار تبعه نصيف زيتون. يعني بيغني الشرقي، بيغني الطرب، بيغني المواويل، بيغني الرومانتيك. وهون نصيف كان من هالناس اللي أكتر واحد متوقد. أنا بالنسبة لي كان من التلاميذ العالم العربي، حضر كل البرايم الأخير. هو لمدة 4 أشهر بفوت لعنده، الناس عرفوا له شخصيته وأخلاقه وأفكاره، حبوه على هالأساس. كيف بدي أقول للناس عن جد أنا مين؟ شاب حلو، كل بنية تتمنى انه يكون نصيف، يعني تتع احلامها. الحلو فيه انه بتصدقه بشو ما بيغني، وهيدي قوة كتير كبيرة، لانه مش كتير من الفنانين بيقدروا يعملوها. أنا من الناس اللي ما بيملوا من النجاح، وصوتي نعمة من عند الله. بعد النجاح بدي نجاح أكبر. نصيف قدر يفوت من خلال وسائل جديدة هي السوشيال نتوركس. نصيف الأرقام اللي عنده إياها أكبر بكتير من مسيرته. كل الارتست انا بحكي عنهم وصلوا نمبر 1، بس وقت اللي حطيت صورته اكثر بركي ارتست اجاه لايك هو نصيف. نصيف زيتون قدر يجمع نسبه كبيره من المشاهدين على اليوتيوب. كان لافت جدا انه نشوف عند نصيف زيتون شعبيه كثير كبيره. نصيف الانسان جدا طيب، صديق حلو، صوت بابا يبكي. Thank you.